الشخص المؤذي هو أكتر شخص هتلاقيه بيعمل خير ويساعد كل الناس، وكمان هتلاقيه بار بأمه بيعمل لها كل اللي بتطلبه، محبوب بين زمايله وصحابه وجيرانه. والحقيقة إن دي أكتر حاجة صادقة أنا شفتها، لأن ده أسلوب الناس المؤذية أصلاً. كلنا واخدين صورة ملهاش أي علاقة بالواقع عن الناس المؤذية. المؤذيين والمنافقين عينيهم مش بتطلع شرار ولا عندهم قرون حمراء. يجي الواحد منهم يقنعك إنه قلبه على قلبك وخايف عليك وبيحبك، وهو مش طايق وجودك في الدنيا أصلاً. هتلاقيهم متلونين وظاهرين في صورة الحبايب المخلصين اللي عايزين مصلحتك، وهم جواهم نار قايدة عايزة تمحيك من على وش الأرض. من الطبيعي إننا ما نعرفش الخبيث إلا بعد فوات الأوان، لأنه بيجاهد عشان يداري حقيقته زي الشيطان كده بالظبط. أنت مش شايف ولا حاسس باللي بيعمله فيك، لكن بسببه حياتك كلها ممكن تتدمر، وفي الآخر هيقولك أنا ما عملتش حاجة. كل ما بنكبر كل ما بنكتشف إن شياطين الإنس أكتر بكتير من شياطين الجن، ومش هيبقوا ناس غريبة عنك، بالعكس دول هيبقوا أقرب الأقربين.